سيدي يا علي ماذا فعلت حتى صرت القطب والمحور والنقطة والخط؟ سيدي أي علي أنت وأي ولي لله أنت وأنت المنتجب بالوصية والمنتخب من الطين الزكية؟ أنت زوج فاطمة الرضية، أنت صهر العظمة المحمدية، أنت والد العترة الزكية، أنت العادل بالسوية، أنت والد الذرية، أنت الوصية وكل القضية وإمام سائر البرية. أنت الذي ما فررت من معركة قط ولا ضربت بسيفك أحدا إلا قط. سيدي لم تلاقي كتيبة إلا انهزمت، ولم تقاتل تحت راية إلا غلبت، حتى تحيرت الأكوان من بأسه وتعجبت الملائك من حملاته. هو إمام المسلمين ونور العارفين وسيد الساجدين ودمعة البكائين من آل ياسين، هو قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، هو أسد الله وأسد محمد رسول رب العالمين، هو قاتل الناكثين والمارقين والقاسطين، هو الذي قتل صناديد العرب وفرسانها وأبا ليوثها وشجعانها، هو نار جهنم القاطعة ورحاها الدائرة، والمؤذن في الدنيا وعلى الأعراف في الآخرة، هو المسمى في الصحف بريا وفي التوراة نجيا وفي الإنجيل إليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا. فعلي الشمس وعلي القمر، الشمس علي، القمر علي، الأفلاك علي، النجوم علي، اللوح علي، العرش علي، القلم علي، الهواء علي، الحجر علي، الشجر علي، الثمر علي، الماء علي، الهواء علي، العين علي، اليد علي، صاحب الفتوحات علي، القرآن علي، الحمد علي، يونس علي، أنبياء الله علي، آدم علي، ونوح علي، وموسى علي، وعيسى علي، بعد ماذا؟ ومحمد علي، وعلي محمد صلى الله عليه وآله، وفاطمة علي، والحسن علي، والحسين علي، والسجاد علي، والصادق والباقر علي، والكاظم علي، والرضا علي، والجواد علي، والهادي علي، وكلهم من علي، وكلهم علي، وكلهم لعلي، بل المهدي علي، والحج علي، والقائم علي، الأول علي، الآخر علي، الظاهر علي، الباطن علي، الفاتق علي، الراتق علي، الناشر علي، العالم علي، المسبح علي، المجاهد علي، المدافع علي، المحامي علي، الولي علي، الأصمع علي، الأمير علي، النور علي، الهداية علي، الفتوة علي، الرجل علي، بعد ماذا؟ العصمة علي، الولاية علي، الإمامة علي، التوراة علي، الإنجيل علي، نور الله علي، يد الله علي، جنب الله علي، الكل لعلي ومن علي وبعلي، وأمر الله جبريل أن يصرخ بين السماوات والأرض: لا سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، بأبي أنت وأمي يا علي.